بيدي أمل عيني أقرنين ذبحهما بيدي. وضع قدمه على صفاحهما وسمى وكبر وقال اللهم تقبل عن محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم يوم الثواب والعطاء، ومبارك عليكم عيد النحر والزكاة. هنأكم الله جل وعلا بيوم الفرح والسرور وأفراح المؤمنين وأعيادهم في الدنيا، إنما تكون بإكمال طاعة مولاهم وحيازة ثواب أعمالهم. ولذلك كانت أعيادنا يا عباد الله ملحوقة مسبوقة بعبادة وصبر، ملحوقة بأجر وثواب وشكر. عيد الفطر يسبق بعبادة الصيام، وعيد الأضحى يسبق بالوقوف بعرفات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المؤمنون، إن من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك إهراق الدم وصلة الرحم، لما روى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله جل وعلا من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأغلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. واعلموا يا كرام أن الأضحية سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، يكره تركها في حق القادر عليها. واعلموا أن الأضحية لها مقاصد نستحضرها عند ذبح أضاحينا، منها مغفرة الذنوب وفداء النفس والأهل والعيال بآفات الدنيا وعذاب الآخرة، وشكر الله جل وعلا على نعمة المال ونعمة المد في الآجال، ومنها التوسعة على العيال والصدقة على الفقراء والمساكين والسائلين. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. واعلموا يا كرام أنه يستحب لصاحب الأضحية أن يأكل منها وأن يتصدق ويهدي أكثرها. وأقل الكمال كما قال السادة الشافعية تقسيمها أثلاثا، لما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا أنه قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهليك يعني للأرحام وثلث للمساكين. عباد الله، من واجبات العيد ومستحباته وما ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه في هذا اليوم المبارك أن نصل الأرحام وأن نهنئ نفوسنا بالعيد. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا انصرفوا من المسجد صافح بعضهم بعضا قائلين: تقبل الله منا ومنكم. واحذروا من مصافحة النساء الأجنبيات، لما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطعن على أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له. ومن الآداب عباد الله، تذكر الفقراء والمساكين وتفقد الأرامل واليتامى وذوي الشهداء. فإننا إذا كنا نجود بأضاحينا فإن من بيننا من جاد أبناءهم بدمائهم فداء لدين الله جل وعلا ودفاعا عن هذه الأرض المباركة، فلنتفقدهم ولنتذكرهم. أيها المؤمنون، أيها المعيدون، أكرمنا الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك أن أدركنا صلاة عيد الأضحى في هذا الصرح الإسلامي المبارك، مسجد استقلال أندونيسيا الكبير. وقد انتهينا بفضل الله جل وعلا، ثم بجهد وجهود إخواننا أهل المشرق أهل أندونيسيا الخير من مرحلة الإنشاء، ونحن اليوم نشرع في مرحلة التشطيب. فنبرق لهم من هذا المسجد المبارك بالتهنئة والشكر والثناء والدعاء، سائلين الله جل وعلا أن يعينهم وأن ييسر لهم إتمامهم ليغدو منارة للعلم والدعوة في هذه الأرض المباركة. ندعو الله لهم ولكل إخواننا الموحدين في هذه الأرض وعلى وجه المعمورة بأن يحفظهم الله من كل سوء وبلاء، وبإذن الله تبارك وتعالى
نصلي العيد القادم في ساحة المسجد الأقصى فاتحين محررين. عيدنا عباد الله هو يوم وحدتنا وعودتنا وتطهير مقدساتنا. وقوموا إلى أضاحيكم وتقبل الله منا ومنكم.